لو تتبعنا وأخذنا نتتبع مفردات هذا النموذج المعرفي لطال بنا المقام. النموذج المعرفي يشتمل أيضا على مجموعة من السنن الإلهية التي علمنا الله سبحانه وتعالى إياها في القرآن. علمنا أن هذا الكون قد حكم بالتوازن، وأن الأصل في العلاقة بين الإنسان والكون وبين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وأخيه إنما هي التكامل وليست الصراع، وأن العلاقة بين الرجل والمرأة كذلك هي التكامل. سنن إلهية، أكثر من 50 سنة إلهية في القرآن الكريم، منها التوازن ومنها التكامل ومنها التدافع ومنها الاختلاف إلى غير ذلك من سنن ربانية خلقها الله سبحانه وتعالى وهي الحاكمة في حياة الناس وفي مسيرتها. كذلك فإن هناك مبادئ قرآنية ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياها. لا تزر وازرة وزر أخرى، مبدأ قرآني يمنع فكرة توارث الخطيئة التي بنيت عليها أديان أخرى. القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص حياة، هذه مبدأ قرآني يطبق في التربية ويطبق في الجنايات والعقوبات. جزاء سيئة سيئة مثلها، هذه المقابلة والمشاكلة مبدأ قرآني في أكثر من 30 مبدأ قرآني. كذلك علمنا الإسلام من نموذجه المعرفي أن مقاصد الشريعة الغراء هي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ كرامة الإنسان التي تسمى بالعرض وحفظ الملك والمال. إذن هناك مراعاة لمصالح الناس ومصالح العباد، كل هذا يكون النموذج المعرفي الذي نسعى لصوغه، مجرد صياغة جديدة لكلام معروف مألوف كلنا نقرأه في الكتاب وفي السنة، ولكن قد يكون بألفاظ أخرى، قد يكون بترتيب آخر، ولكن مصدر هذا هو الكتاب والسنة، لا يخرج عنهما أبدا. النموذج المعرفي يفيد في الدعوة إلى الله، يفيد في الخطاب العالمي، ونحن نؤمن بعالمية الإسلام، يفيد في المقارنة بينه وبين الآخرين. عندما يسأل أحدنا من أنت وما إسلامك وما معنى مسلم،